في مدينة أفريقية تعتبر من الأكثر أمناً في العالم. والشعب هنا من أطيب الشعوب على رغم تعدد العرقيات، هنا 9 قوميات. ما تحتاج أي لغة لأن اللغة العربية من اللغات الرسمية. مرحباً بكم في العاصمة الإريترية أسمرة. أبناءنا وبناتنا القرآن 5 أيام في الأسبوع، جايبين لهم معلم يقيم عندهم. السلام عليكم شيخنا، جزاك الله خير. من أين أنت؟ من أحاوث. ما؟ من أحاوث. أنت من متى؟ أنت من إريتريا؟ أيوة. ما شاء الله، حافظ الكتاب الله ما شاء الله. طبعا الشيخ صلى فينا المغرب بقراءة جميلة مرتلة مجودة، جزاه الله خير. وأنت تعلم الأطفال القرآن هنا؟ أيوة. وتقيم معاهم في البر؟ ما شاء الله. بس أنت مقيم هنا؟ أيوة. متى ترجع لديارك؟ إن شاء الله بعد 3 شهور. 3 شهور وتعلمهم القراءة والكتابة؟ أيوة. الله يجزاك بالخير يا شيخنا، شكرا لك. ما تتصورون قديش هالموقف أثر فيه. يا كم من ناس متعلمين ومناصب ومرتاحين ماديا، لاهين ولاهين أبنائهم، وهنا في المقابل رجل بسيط رغم ضعف الإمكانيات جايب معلم لأبنائه في الصحراء في البر. وين يتعلمون القرآن؟ على شبة النار، على ضوء النار في الليالي الباردة. صحيح إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. علمتني إريتريا. يدرس القاعدة النورانية يا أبو؟ نعم. إيه درس القاعدة النورانية. بالحيل. أوه قاعدة النورانية. بالحيل. ويصير معكم على طول، وين رحتوا وما جيتوا؟ والله توه الحين ما بعد تم شهرين. وإلى كم يوقف هذا؟ وصلها. الله أعلم. 7 كفاية هذا. العيال كم يبون وقت عشان يتعلمون؟ حط. 3-4 شهور 5 شهور. يتعلمون كلهم. كم حبة؟ يكتبون. إيه. ويعرفون. ماني حط. لكن هذا ختم القرآن هذا يبغى له سنين، سنة. يا سنتين 9 ويرجعون هنا. ما شاء الله يا شباب، ابو مالك ابو عبد الله ابو ابراهيم جايب لعياله معلم في البر، والمعلم بني له بيت، بني له خيمه هنا، مقيم يعلمهم 5 أيام في الاسبوع. لا والمعلم يدرس القاعده النورانيه. بعدين انت تقول 2500 نقفه كثير. 2500 نقفه كم بالدولار يا ابو؟ الدولار 1500. لا يعني 500 ريال سعودي او 550. 500 ريال في الشهر معقول جدا. لكن كل الرشايده ترى او اغلبهم كذا يعلمون عيالهم، ما يودون لهم المدارس الحكوميه، يودونهم المدارس هذه مدارس الشيوخ. 623 ما هي بشيء يعني ممكن عنده 10 أطفال. الشيخ مو مرافقه على طول كل يوم ومن الصباح الى الليل، الا انه يعطيه هو من نفسه اجازه يومين وقاعد معهم بلبر. ولكن كل الرشايده بالطريقه هذه يتعلمون بهالطريقه، حتى هو يقول ابوي معلمني من قبل بهالشكل. طيب يا شباب بالنسبه للشهادات كيف؟ لا ما في شهادات. ما في شهادات. هم القران تعليم النفس. تعليم النفس. تعليم النفس. نعم. يصير حافظ قران يكتب يد. ابو صلاح العرب اللي هنا كيف وصلوا؟ كيف جو؟ جو بالسنابيك. من وين؟ من الجزيره العربيه. بالسلام عليكم. السلام بالسنابيك. حلو. ايوه. طيب والبل اللي هنا؟ اللي جاب معه بل، واللي جاب معه غنم، وجابوا الدخن لنا الجزيرة هذه، ما كانوا يعرفون الدخن. أوه الدخن هم اللي جابوه. سبحان الله. أبو إبراهيم يقولون أنه عام 1865 بدأت هجرة الرشايدة إلى مناطق السودان وإريتريا، وكانوا يجون على السنابيك، وعلى وصفهم وكما كتب بالكتب أنه السنبوك الواحد يأخذ حوالي 30 من النياق. لما جو الجماعة الأولى أول ما وصلوا 1865 شافوا المرعى وشافوا الأمور الطيبة، فرجعوا لربعهم، بعضهم رجع لربعهم وقال تعالوا لقينا المرعى ولقينا العلوم، فرجعوا وبدأوا يهاجرون. فسجلت لهم أكثر من هجرة في أكثر من تاريخ، يعني لهم شيء بعام 1871 ولهم شيء بالثمانينات
ولقوا المرعى والأمور الطيبة وعاشوا. ما أجمل هذا الصوت والله يا أخي. اختلتنا التقنية صراحة. والله التقنية أنها اختلتنا. لا هذه نعمة الحمد لله. أي والله نعمة وفي راحة. لا شوف الحمد لله. أنا أخوك أبو صالح الزايد أخو الناقص. الآن يوم تجي عندنا تشوف الأطفال وتشوف العيال وتشوف البنات تحس فيهم ذواها. يومه كله على الجوال انترنت ويشوف كل شيء ويقلب كل شيء. فيوم تجي تنقطع عن النت سبحان الله تشعر بالحياة الحقيقية. تتواصل مع الناس تتواصل مع يعني أسمر أول ما جينا قعدنا في المقاهي نسولف مع الناس ونتكلم والعلوم والأخبار هذه الحياة الحقيقية. الحين لا نت ولا شيء هنا. لا والحين يا أبو صلاح يمكن تقول صلاح يا ولد روح جيب لنا حطب بسرعة يفز. عندنا لا خلنا نشوف المقطع هذا. لا يقول لك ايه لا بكمل لعبتي اللعبه عيد. يقول لك عيد يا ابن حلال. العيال الحين ترسله تقول له روح المطبخ جيب لي ماء. يروح المطبخ يدخل المطبخ بعدين يوقف كذا بعدين يقول لك ها انت ايش طلبت مني. والله نصيحه شفت كيف كله من التلفون. هذا كله من التلفون من الاجهزه. يلا في العفو والعافية. اي أيوة والله يلا في العفو والعافية. اولا الدنيا هذه الله يرحمنا بس يلا في العمل الصالح. الحين الجلون ذا ملبسينه عشان يبرد. أيه. هذا التبريد الطبيعي. بالحين ما عندنا ثلاجات مثلكم ولا عندنا. لو خيروك تسكن في الحضر ولا في البر في مدينة ولا في البر ايش تختار؟ ابدا والله في البر. البر قولا واحدا. كان المدينة فيها مصلحة كبيرة. والله المدينة. ايوه اذا فيها مصلحة كبيرة. طب اذا ما فيها مصلحة يعني نرجع له. تراجع مصلحتك وتظهر للبر. اقصد تساوت المصالح يا ابو صلاح. لا والله البر. البر شبت النار الله. الله الله حياة الطبيعة. تسلم. اسال الله ان الله يزودنا من هالدنيا زي التقوى. امين. ان الله يرحمنا. خاص في برنا هذا لا نت ولا تدري ان هذه نعمه. شفت النت ذا ترى وانا اخوك الزايد اخو الناقص. وبعدين عمرك سمعت احد يرسل رساله سعيده؟ لا والله اغلبيه الرسائل تسد الخاطر. اعوذ بالله. عبد الله نعم. هنا وش اذا انا بغيت اعرف اخبار العالم كيف؟ غير الراديو. الرادو وراديو المتنقله هذه. حلو. ويوصل الرادو صافي صافي من دون انت ولا من دون اي شيء. وش القناه عندكم؟ والله كلها اول السعوديه كلها رباعيه وتصلك ام بي سي توصل هنا. ها اي والله نور على الدرب. نور على الدرب. اها حلقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كلها ما شاء الله. والشيوخ هذه كبار العلماء فتاوي الساعه 9 في الليل نور على الدرب سؤال وجواب. عليكم السلام. صلاح ولد أبو صلاح رجل على هيئة طفل ما شاء الله تبارك الله. الله من الفصاحة والذكاء وسرعة البديهة وهذه سمات أبناء البادية. لذلك يقول ابن خلدون البقاع تؤثر على الطباع. وقريش كانت عادتها ترسل أبناءها إلى البادية عشان يشبون على هذه الصفات الحميدة. يلا الحامل والمحمول هلا بصلاح. كفو يا صلاح. ان شاء الله يا صلاح اني اجي في زواجك وارقص في عرسك. قول امين. ايش جبت يا صلاح؟ هذا الحليب. ما شاء الله تبارك الله. حليب فاح. يا سلام. فاح سلام. فاح نقول فاح ولا فاح؟ حليب معزه طازج مع الزنجبيل. يسعد صباحاتك يا إريتريا. وش اللغة اللي كلمتوا فيها اللهجة؟ هذه ابن عامر تقري. تقري؟
أبو إبراهيم هذه اللي أصلها عربي تقول؟ التقري والتقريري والأمهري كلها لغات حمير قديم. لا إله إلا الله. الله الله. يكتبون ما زالوا بالخط المسند هذا اللي يكتبون فيه. لكن التقري يمكنه يعلمنا أبو صلاح. أنت تعرف التقرينية ولا التقري؟ والله ما نعرف على ما قالوا حاجات يعني اللي نستنفع بها ونفهم. وش أقرب من العرب؟ أيوة. ذيبان. شو اسمه هذا الذيب؟ صلاح. ونعم يا صلاح. كفو يا صلاح. الوضو الوضو. جاب لنا البريك عباما عشان نوضي. شبورة هذه. عبد الله الجلون ذا الحين ليش كذا ملبسينه؟ هذا عشان يعني يكون بارد. يعني زي كذا إذا حطوا عليها القماش. خيشة. يبرد. يبرد. طيب الخيش لازم أبله برضه؟ إيه تبله ولا لو ما بليته لكن تبله يصير بارد. يضرب فيه الهواء ويصير ماء بارد. مرة. هذه أظنها خلفة. ما يبلقوه. هذه أظنها خلفة. هذه البلة الساحلية اللي أقول لك عليها اللي جات من الجزيرة العربية. هذا البعير الفحل. هذه حمر. قول حمر كلها بل ساحلية حمراء. وهذيك الناقة الصبع الشعلة. هذه الهجن عندنا في لحظة الهجن. لحظة هذه الشعلة ايه تسمونها صبا برضو. ايه نقول صبا ونقول شعلة. حلو. ايه الناقة وين الأخيرة. الهجن السبوق وينها اللي مثل ذي مثل الناقة هذيك الأخيرة. اي هذا نقول الحرة. الصهب نقوم عاد نعدد فيها وكم فيها وكم وشبوها وش جدتها وش كذا. وهذه حمراء ساحلية. طيب الوسم هذا الله وسم هذا وسم المين؟ هذا وسم للرشايدة عامة. هذا التفة نقولها تفة. ايه شفت؟ ايه وكل واحد يحط له فرز. هناك الوسم واضح اكثر. ايه هذا موسم للرشايدة عامة. نعم. طيب وكيف حتى في السعودية. ايوه بس كيف تفرق بين القبيلة ذي والقبيلة ذي؟ شفت الناقة هذه؟ ايه الحين والله تلفخ. تعال سلام. شفت يا ابو فهد؟ هذا ذا الحين فرز القبيله معينه. ايوه شوفه. اها ايه الوسم عام. ايه والفرز يبان قدام. اسلم. حلو. ايه هذه قبيله معينه وكل واحد نحط له فرز. شوف الهتاره نقول هتاره. ايه عشان ما يضربها الفحل. ننقي لها بعير حر طيب اصيل ونضربه. هذه نقولها الهتارة. حط لها شوال ونرطع عليها عشان ما يجيها الفحل. سمعت؟ وهذا البعير الفحل. تعال هنا يا. خلني أصور بهدر يا أبو. ما عليك الحين بهدر. ترى بيهدر. ها اي هذا البعير الفحل. هاي الفحل. اي من انت؟ من الديره؟ من المدينه. المدينه هذه من القصيم. اي مدينه منوره. انا ما عرفتك. انا صالح بن عجيب. ونعم. هي ونعم. الدهيم وش بقومي ولا بقومي؟ نعم ونعم. الله يسعدك. البل اللي اقول لك عليها بلية الثانيه اللي هنا اللي مغيب. اقول لك جاهد. الحمد لله. ولا تأمني لأني مثل لاني مثل الغار فيك صاحب. من هو؟ ابو اللي باع عليك. بتبيع؟ الله اعلم. ناخذها من كلها اليوم. جمله. كلها جمله. احنا ذي عندنا جمالني مرابيط والله هي يجي بعد الامر. من معك؟ انا بنلايم حالنا اليوم متيام متساملين. ها الله يوفقك. النار. يا سلام. راح حسام. يا سلام. انا بمشي مع علي. تمام. يلا حقوني قدام. خليك وراي. وعجيل قال تجون معاي تشربون الحليب. خليكم وراي. طيب الله يعطيه العافيه. والله كلكم طيبين. وعجيل وعجيل. نعم. وانت بس ما غير تمشي وتشرب من الحليب وتحتلب وتضيق. استاذ ها تبي اكثر من هالربيع وازيه من هالاجواء؟ والله ايش حياتك. شيء فاخر. اي والله استمتع.
يطول عمرك في إريتريا. يا سلام، لازم طبعا يصير على الشنب والخشم. اي لازم. ايه ولا هذا لو ما سويت كذا ما هو ما شربت حليب. هي الزبد اللي فوق، لكن يقولون انه يمشي البطن احيانا يا ابو ابراهيم. والله شوف يقولون بإريتريا طبعا لا صارت الناقه ترعى مثل كذا والربيع يا رب لك الحمد الامور طيبه. يقولون انه في إريتريا المنطيه عندهم ما فيه ما يذكرونها. لكن عاد بالسودان يذكرونها، يقولون فيه بالسودان. لكن ان شاء الله الامور طيبه والحليب حالي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا فهد الطبقه اللي فوق هذه الرغوه دي شفتها تو أيه. الناقه فيها في رمل. ايه شوفها قدامك. لكن الطبقه الرغوه اللي فوق تحبيها الحليب صافي ما يحتاج. ما في كلام، جرب طال عمرك. حليب حالي سبحان الله بان المرعى. بس دقيقه في منطيه كيف عندهم؟ لا شوف شوف اللي طاح فيه، شوف الحين وين راح؟ ما فيه. اها شوف شلون طاحت فيه ذباب. الله الله شوف ذباب تبر. يلا الله لذيذ. ما ودي اكثر. لذيذ والله. حلو. ليش ما تكثر؟ خايفه من المنطيه والجغمه ما تجيك منطيه. لا صغير ما يعني. يقولون الديره ما فيها ذي ما شاء الله. والله يقولون إريتريا الحمد لله ما سجلت عندهم حالات. لكن بس السودان يقولون فيه. بس معلوم حليب البن اي شيء تجيها الحراره هذا الحليب لو فيه منطيه وغليتها على النار باي باي. حلو. السلام عندهم هذه الطريقة وشي على الكتف بعدين يسلمون على بعض. العوافي العوافي علموني عنكم. عساكم بخير. خير الله يحييكم. السعودية الله يحييكم. نتشرف والله. الله يبقيك. الله يشرفتونا والله. الله يحييكم ويحيي علومكم. ما شاء الله الديار مربعة. الديار مربعة وهذا الغنم وهذا المال وهذا العربان بخير. والدشير تبارك الله الدنيا بخير. الربيع ما شاء الله زمان على هذا 4 شهور 5 شهور الديره ليل ما تعرف النهار. الدنيا بخير زمان عن هالربيع بهالشكل. لا لا بس الساعه عندها طول سنه لا. من سنه لسنه اللي ربيع. لكن على ما شاء الله هالسنه شيء عظيم. هالسنه هذه ما شاء الله ازين من السنه اللي جات. يقول عوضه هذا التثبيت. يقول هذا من اخر التسعينات. يقول هذا التثبيت. يقول ما حد يشد خلاص. لا خلاص تريح الهربان تبارك. ابو صلاح دايم هذه معناته نسال الله الثبات. هذا ثبات الربيع. ما شاء الله كلنا ايش كلم سبع بديرته وايش تسمونه هذا التثبيت. ايه خلاص خلنا تثبت في مكانه ما يشد. اي والله ما يحتاج يشد. الخير جاه الى مكانه. اسال الله الكريم ان يعين. دور العشب هذا العشب ان شاء الله. الحين ابو صلاح الحين كلهم حول كلهم رحاب بدو. احنا نقول لهم حول يعني بحيلين. ايه يحيلون ويجون. ايه يمشون الغرب والشرق وكل ما طاح مطر مشوله. كل ما شافوا بارق عسوه ورجعوا وشدوا بحلال. صلى الله عليه والله يجزاكم بالحيل بالحيل. البهايم في السودان اكثر من كذا شوي. ما شاء الله ما شاء الله. وانتم طيبين. الله يسعدك. الامور زين. ما شاء الله تبارك الله. وصلنا النخود وهذه البل الحمر والحلال وهذه أرض الرشايد. الله الريحة يا شباب. هذه أرضهم وبلهم. هناك بيوتهم تشوفون بيوت الشعر هناك. لا لا هذه خيمة وهذه بيوتهم. صالح مشغل الجي بي اس الان حقه في مخه بارك الله فيه في هواء في هالبر. طبعا هنا لا في نت ولا جوجل مابز ولا خرائط ابد. بس علمك على خبرة مره مره. طب نخاف انه نضيع يا ابو صالح؟ لا 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 واثق من نفسك. مره لا تخاف. لو في الليل لا تخاف خلف النهار. سلام. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا والله زانه. على وين اخباركم؟ مصور وبغين هني هاي الجزء نمو.
لا دون دون من يفارقين؟ قرشوا برا قبي من تعقل شاكل اخبارك وطيبين؟ الله خير ماشي الله قاعد غنم وبلو دور قلت هذي اللي من الأربان هذي ربنا يعين. اليوم نودع ديار الرشايدة في إريتريا بعد أوقات جميلة قضيناها معهم، ما شعرنا إلا إن بين أهلنا وربعنا وأخواننا من الكرام وحسن اللقاء والمحية، الله يسعدهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. واليوم الأجواء غائمة جميلة، حنتمشى في الربيع، وجهتنا النهائية شعب، شعب أشبه بسوق شعبي يجتمع فيه أهالي البادية المحيطة فيه. نشوف إيش صدفنا اليوم. جعلها ومن هذه جاء على طريقنا الفعول. ها على وين ذي؟ هذه على شبرك. من جاء على شبرك؟ ايه انا شبرك بيبي. هذا ابو دباس. اختار يا ابو دباس يا شبرك. خلنا على شبرك. شوفوا ما شاء الله الفعول مطر، المطر يمشي بالخير. المطر الان محل النياق اللي كنا عندها الان عليها. هذا الربيع في إريتريا. هذا قطاع الله يطول عمره. هذا قطاع اللي عندنا بجزيرتنا. كبر الصوره. طب لحظه يا شباب لحظه. شايف الحبل في السياره؟ ايوه. يمسكونها كذا ويقولون كذا على ثاني يوقع. اها هذه اللي في الايه الكريمه. ايه. واهش بها على غنمي. نعم. ولي فيها مارب اخرى. ايه نعم. عصا موسى عليه السلام. العيد اللي فيه الحبلة. حلو. وهش هذا معنى الآية وأهش بها على غنمي. والله قصيدة للشاعر أحمد بن نفاع بن بركات الحياني، يقول فيها يعني على رشايدة عامة قصيدة. يا ناشدا عنا بحق وحجيجة من نجدينا ومن شمال المدينة، جدودنا اللي هاجروا بالسنابيك من المحل ما هاجروا ومن غبينا، بني رشيد اهل البكر المشاعيف من فعلهم كل عام باتت حزينه. قصيده مشهوره وكل يعرفها. والبيتين ذي تلخص يعني الهجره من المدينه وشمال المدينه ورجوعهم نعم. للبحر وسبب عبورهم وجيتهم الى هذه المنطقه. الله يشكركم يا ابو صلاح. الله يشكر على هذه الصلابه ويطول عمركم. يعني 200 سنه ما تغيرتوا لا في لهجتكم لا في طبعكم لا في كرمكم لا في... ايش هذه الصلابه؟ انت لازم خير. تتزوج من هنا وتعيش هنا. لا كذا رسالة. لحظة، انت الحين ذكرت القبائل كلها، بيلي لازم تنزح الى الجنوب. يعني لازم انا انزح وتصير الشيخ ابو مالك في وادي ايش هذا؟ هذا وادي تابعك من هناك يتقنص وادي درهمه. درهمه اي من جنوب. من جنوب لا ايه. قلنا اسم هناك امس جبال ابو ده هنا شبرق. شيخ شبرق. شيخ شبرق. شيخ شبرق ابو مالك البلوي. الله يسعدكم. الله وياكم. من يقول ابو صالح؟ الله يسعدك ويغليك ابو صالح. و70 نعم. الله يحييك. و70 الف نعم. ما عليكم زود. الله يطول عمرك. شرف والله. والله هالعزيمه الصامله. وقال قال دام وصلت إريتريا تروحون والله ما انتم ماشيين اللي معي. الله يحييك. وبات ليله. الله يسعدك. ما سوانا شيء غريب. كافو. ما سوانا شيء غريب. كذا قلت عندي في البيت. الله يعزك. طول عمرك. الله يعزك. انا والله صادق. الله يكرمك. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الله يسعدك. حسبنا مرينا وشفنا ما شاء الله مسجدكم. ما شاء الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. يكتب اجرك. والله الله يجزاك. عليكم السلام ورحمه الله. هلا والله حي الله الشباب. يا مرحب. هلا والله. هلا والله حي الله الشباب. الله يعزك. لا والله طرقية وانا ماشيين. اي والله مسافرين. الله يعزك. ماشيين مع الطريق. الله يجزاك خير. لا تسوي لنا خير وتسوي لنا بخير وبنعمة تبارك. لا يكون خير ان شاء الله. برضه اخذوا لهم متغدين وجاهزين الحمد لله ومتقهوين. بس ما غير بنت السلام ورحمه الله وبركاته. قوه الربع الله يقويك. هلا والله. شعب مو فقط سوق شعبي لأهالي البادية المحيطين فيه، بل نقطة لقاء اجتماعية من الدرجة الأولى. هنا يلتقون ويتداولون الأحاديث، ينشدون بعض عن أخبار الأمطار والربيع وأخبار القبائل الأخرى. حياة اجتماعية نقية، وكل ما قابلنا واحد يعزمنا. الله يغنيهم. الله كيف الحال؟ من كم يوم مريت على خير طفالك. الحمد لله.
هذا سوق شعبي ابو. اي والله هذا سوق شعبي. ها هذا ابو ناخذ نبذه عنه. والله زي ما تشوف على ما قالوا مثل ما تشوف هذه نقولها الملجه. الملجه يسمونها الملجه، فيها الخضار وفيها الحب. اي خلينا ناخذ لفه. هي هي يلا بسم الله على خير. هذه فيها الحب وفيها الخضار وفيها يعني هذا سوق عامر. أيه. يعني يوميا الى متى؟ يوم الخميس يكون اكثر. ما شاء الله تبارك. أيه. الله الله يحييك. طيبين اليوم. هلا والله شباب، سلام عليكم. سلام عليكم، كيف الحال؟ انتم بخير؟ طيبين؟ انتم طيبين يا رب لك الحمد. الله يحييك ابو ما شاء الله. الحين العربان ذي تعرفون بعض كلكم؟ كلنا ما شاء الله تبارك الله. ما من احد الا نعرفه. ما شاء الله تبارك. عادي اصور السوق؟ صور. اخاف احد يجي. لا بس هذا ولا ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. الله الله يا البامي، خلنا نشوف البامي. اي والله هذه البامي. هذه من المزارع اللي انت وريتني؟ اي. ها؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله يا حبيبي. هلا والله، السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب؟ هلا هلا اجيك الحين. الحين اجيك. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. يا هلا والله. معنا رب. نعم يا اهلا مرحبا عليكم السلام. الطريق من جماله كل شوي نوقف نصور ونستمتع في هالاجواء. شوف سبحان الله كيف السحاب. ضاع يومنا وحنا في الطريق. الطريق لحاله نزهه تمشي، يعني ممكن تطلع تنزل تطلع تنزل، ممكن انك تنزل من الاعالي من اسمراء الى الاسفل وترجع تطلع. هذه رحله لحالها، سمها رحله سلمونه، رحله الطبيعه. لكن الله الله بالعزبه، هنا ما فيه الا مقهى واحد، ومع الاسف لقيناه مقفل. جيناهم قالوا في واحدة اللي تسوي الجبنة، لكن مشت قبل ساعة. حنا في منتصف النهار الآن. ما أقول لكم غير مستغل البتة. نشوف المكان رغم بساطته إلا أنه جميل. طبيعة خلابة صارخة في سلمونة. سلمونة هذا جبل مرتفع أشبه بالهدف السعودية، لكن الطبيعة ما شاء الله تبارك الله. من تطلع يختلف معاك كل شيء، المناخ، التضاريس، الطبيعة. حتكون صديق السحاب حتى تصل للأعلى قرب أسمرة. العجيب إنه هذا المكان ما في فنادق، منتجعات، ما هم سوق سياحيا. يعني هو مشهور في الفلفل، محمية فيه تنتج فلفل يسمونه فلفل سلمونة، شهير هنا في إريتريا. في الطريق من أسمرة إلى مصوع وقفنا في هالمكان الجميل. أبو صالح وش اسم هالمكان؟ هذا اسمه عربي ربوع. يعني إيش؟ يعني جمعة والربوع. وش معنى مسمين هالمكان جمعة وربوع؟ شوفون خط سكة الحديد، شوفوا أبو إبراهيم. أسلم. وش قصة سكة القطار هذه؟ هذه كانت في وقت الإيطاليين مصوع أحد أهم وأشهر الموانئ على البحر الأحمر. حلو. فالبضائع عشان تنقل للعاصمة أسمرة يعني مكلفة على السيارات. فسووا سكة القطار اللي تشوفها قدامك هذه. صدق أفضل شيء عجبني رغم المتاعب اللي صادفتنا والشنط والبهذلة إنه ما في نت. أتوقع تجلس هنا شهر تصير راوي. يا أخي لا ترجع للحياة الأولى، ما تتصور الصفاء الذهني والنفسي. يعني أنا صراحة مرتاح وأنا أريح. هلا إبراهيم، اليوم بحكيكم قصة أول حب لي، بما أنه ما فيها ما في نت بنسمع قصة. طيب أبو صالح، هذه نعم. الديرة هذه وشي هذه اللي حنا نطلع عليها؟ هذه نفاسيت. نفاسيت، وش تعني نفاسيت؟ يعني ها الضباب. الضباب، وبالفعل هي صديقة الضباب. هذا في طريقنا في النزول من أسمرة إلى مصوع. فين زيجر؟
هذا نوع من القرود هنا يكثر اسمه شو اسمه ايش عبلايه ها عبلايه سلمونا من اجمل الاماكن في اريتريا جبل ارتفاع وشاهق اصلا هذه الهضبه اللي فيها اسمره هناك في الاسفل الساحل ومدينه مصوع والمناطق اللي زرناها احنا حنكمل صعودا إلين نستقر أعلى هذه الجبال بعدين يفرق فينا الطريق يمين على كرن ويسار على أسمرة إني رايحين كرن أبو إبراهيم وش اللي حاصل؟ إحنا كنا بنروح الكرن حلو ولا ما في محطات دور بنزين ما في بنزين ما لنا إلا أسمرة نرجع له تقريبا رجعنا 20 كيلو يوم وصلنا هنا قلنا بدل من اننا بعد بس السياره وين طفت والله بالماي طفت هنا محل السياره الحمراء ما قصرت والله لكن قلنا نبات الليل وبكره نكمل امر الله من سعه وصلنا العاصمه الاريتريه اسمره هذا فندق اسمره بلس نريح الليله هنا وبكره ان شاء الله على كرن سوق كرن الشعبي الليمون والطماطم انت هنا برضه موجود ما شاء الله والفلفل خيرات فقدنا ابو مالك ابو مالك فقدناه لقيناه صاير تبيع في السوق صاير ابيع وجالس مع السول السمك والله ونعم والله ونعم الله يجزاك خير يقول انتم عندكم الكيلو البيع بالكيلو قلت له قال عندنا بالدرزن كيف الدرزن؟ وش اللي نباع بالدرزن؟ لا ما عندنا درزن نفس الوصف الكيلو يا ابو لا تخسر الرجال يا ابو نفسه عندنا ده نسميه ليمون ابو زهيره وهذا زهيري ده زهير نفس الحاله نفس الصوره ده ابغى كيلو كم تحسبوا لي انت من السعوديه ايوه احسن ناس هديه هديه خسر الله بصراحه ذاك ما يجي لك ما وقت متى يجي حق سلمونا الله يعلم لكن دلوقتي الحاجه ده هذا فلفل ايش هذا؟ هذا بركة بركة اي لكن حار شديد حار شديد 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 وينك ابو سعود؟ حياك الله الله يبقيك شكرا لك الله يسعدك شوف الملابس الشعبية يلا تحدي نشوف تيشيرت النصر موجود او لا طبعا هنا الكهرباء نادرس الكهرباء نادر يشغلوا على المواطير وإذا جات أحيانا تجي كم ساعة وتفصل السوق أنا توقعته قافل طلع مو قافل والله السوق مد البصر ما شاء الله تبارك الله هنا الخياطين سوق الملابس المطعم حارات طبعا مشهور بالفول حتى احنا الظهر الحين قال عندنا ما زال فول وشكشوكه كل شيء موجود فول حرات حرات تعني محطه البساط نعم محطه البساط صحيح جميل اخذنا هذه الطاوله طلاله طبعا انا القائد هنا ايوه قائد الطاوله قائد الطاوله ترى بس ما يصل كلها شيء بسيط والله انا بغسل يعني ما فيها ما صور ولا بزبون كذا واحد يضغط والثاني يغسل واحد يضغط طيب اذا جلستوا في المطعم يقدمون لكم مويه من الكباس هذا سلمه ابو صالح مثل الونيد ذا ما شاء الله هاي لوكس غمارتين هذا كم موديله ايوه 2005 هذا غمارتين موديله 1,900,000 سعره اي نعم اوف كم هذه 1,900,000 كم تسوى 250,000 ريال 250,000 ريال الله الله 2005 هاي لوكس اي نعم هذه اليابانية أبو فهد وصل طلبنا قلابة بالبيض هذه إيش قلابة بالبيض أيوة. حلو فول عادي وفول عادي قلابة عادي والله قلابة عادي شكشوكة عادي أيوة عيش مصوعي عيش مصوعي أحسنت عندك شطة تميس ما فيه
قميص في الظهر ما في. طبعا الساعة الحين 3:18 دقيقة. ايش؟ هذا غدانا. شطة خضراء. الله أكبر الله أكبر. أذان العصر في مصوع. هذا محبة للمملكة العربية السعودية ولأهل المملكة. الله الله شو المحبة. الله الله ما شاء الله تبارك الله أكبر. الله يسعدك. أي والله ونحن نحبك. هذه الشهادة والله. حتى إذا موتنا حيسألنا ربنا. الله من الله ربنا. أي نعم هذه في قلوبنا ترى وأنت في قلوبنا. تسلم الناس الله الطيبين الله الناس الواص أنت أصلا لو لم تكن وفيا الله أكبر لما حفظت ذلك. صدقت. الله يسعدك. أشكر الله على هذا ويبارك فيك. الحمد لله. ونحن نفتخر بمن هو مثالك. تسلم والله الله كان عندنا في ما شاء الله كم بسعودية نتمنى يجونا دائما هنا. يا تعالى زيارة إن شاء الله. والله بعد هذا الفيديو سيأتون بكثرة. والله تعال لينا يا أخي. الله يسعدك. أنا مشتاق أمشي المملكة العربية السعودية. إن شاء الله إنك تزورها في أقرب فرصة. بإذن الله أسوي العمرة وأرجع. بإذن الله. بإذن الله. إلا شفتك أنا ارتحت. الله يسعدك. شافني هو اللي ناداني وسلمنا على بعض. الله تحية الإسلام. الله يحفظك يا أخي. يقول والله أول ما شفتك ارتحت وأنا أول ما شفتك ارتحت. الله أكبر. الله يسعدك. الحمد لله. ويبارك لك. ما شاء الله. طبعا بشكل عام الشعب الإريتري شعب راقي في التعامل بشكل عام. الحمد لله. شكرا. هذا بفضل الله. دور دور. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا الشيء العمرة. أحسن. أحسنت. أي نعم الحمد لله. أحسنت. الذي تتم بنعمته الصالحات. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تسلم لي. أي نعم هو قدوتنا علي ما شاء الله. وإيش يقول شوقي؟ يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني بدون الأخلاق صفر الناس. صفر الله. هي المدينة المنورة ما شاء الله. اللهم صل. احنا طال عمرك في بقالة في مصوع في اريتريا. حلو. طبعا البضاعة اللي قدامك مثلا شوف هذه حلاوة طحينية من السعودية. ايوه والدقيق هناك من السعودية. ايه. البن هذا من اثيوبيا. ايه. المكرونة من اثيوبيا. هنا عندك العصائر هذه كلها من دبي. من الامارات. طيب في شختك بختك؟ الحبال من السودان. هذه بقالة الجامعة الدول العربية. هذا الزيت. جامعة الدول العربية. ما قلنا كم 20 هذا. أي والله ما شاء الله جامعة الدول العربية في البقالة. الله يبارك لكم يا شباب. هذا جامع الخلفاء الراشدين في أسمرة. أكبر جوامع أسمرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله. كيف أنت؟ شلونك طيب؟ خير عساك بخير. شلونك؟ من وين أنت؟ أنا من إريتريا. ونعم. وأبوك والله. وشو؟ من الرشايدة. والله وسبع آلاف نعم. طبك والله. يا مرحبا. طيب. والله ونعم. عليكم خير. أدريك من ربعنا. إيه الله حياكم الله. وصلت وصلت يا هلا. عبد الله الرشيدي هذا أول شخص واجهناه في أريتريا وهو آخر شخص ودعنا في رحلة أريتريا استمر معانا طوال الرحلة سميته السبع الأريتري. يا مرحبا. الاسم كريم. عبد الله بن صالح. والله ونعم. طبك والله. وسبع آلاف نعم. والله من أنتم حياكم الله. من المدينة ومن القصيم. نعم والله والله حيا الله نعم ديرة. وقعدت وأنا نازل خوي قال لي ترى الرشايدة بتلقاهم هنا. إيه الله يحييك. والله يبقيك. والله إحنا بنصلي ودنا نسولف معك. لا بس الله يحييك. الله يبقيك. على راحتك. بنسلم عليك. هذا مسجد الخلفاء الراشدين. ما شاء الله تبارك الله. نعم. خلفاء الراشدين. ها خلصت فيه. خلصت والله ان جينا من الطياره اخرونا حاولنا نلحق لكن يلا ما الله يح... الله يعين نصلي وبدنا نسولف معك. الله يحييك. يا مرحبا والله هلا بكم ومسهلا والله يحييكم في دولتكم الثانيه الرشايده في دوله اريتريا. والله يحييكم مرحبا بألف هلا بكم. والله نعم وسبع يا مرحبا بكم والله ما شاء الله يا جهني ويا السلامه تميمي انت عبد العزيز سلامه بس وصلت هذا هو قبل فتره جارتني هنا هو بشحمه ولحمه ها؟ هذا هو انا هو ما اقول انا شفته قبل كذا بس هذا هو السلام يعني في التواصل وصلت طبعا احنا ما عندنا شبكه نت لكن في السودان هناك فل عندنا لكن انا ما في السودان طبعا باستمرار ايه عادي احنا السودان اريتريا دوله عندنا ولا احد يطلب من اي جنسيه يعني في الدولتين هذه حلو يعني كرشايدة ما شاء الله ما أحد يعني أي فهم معنا أريتريا فيها 9 قوميات ما شاء الله تبارك الله واحدة من القوميات نعم واحدة من القوميات الرشايدة صح آخر قومية رشايدة بعدين أعطيك نبذة عن الرشايدة عطني الحين الرشايدة لا يزوجون أحد غيرهم ولا محتفظين بعادات وكل شيء لا يزوجون غير الرشايدة ولا يزوجون من غير الرشايدة هذه اللي فيهم يعني اللي ما محافظين على العرق نعم لا يزوجون لا يزوجون من غير طيب حتى وجاكم جاني مرواني
لا الله يحييك. الله يبقيك ويسعدك يا شيخ. الله يسعدك ونعم فيكم يا ابو فهد. عزمك على قهوه 5 نجوم. مشين تفضل تفضل بسم الله. الف لوكس واجن 1950 اللادا بسم الله. دخلنا. لا 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 يا عبد الله ما اتفقنا. يلا يلا ايش العلم يا عبد الله؟ تفضل بس اوري. بسم الله عال الناس. يا ولد وين رايحين احنا يا عبد الله؟ الربع قدامنا. الربع الربع قدامنا. الله يرجعك. الله يرجعك. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. هلا والله. ايش بيقويك عليك؟ حياك الله يا ابو عيد. الله يبقيك. ابو عيد عواد العتيبي. نعم. ونعم. نعم تعال. عزيز السلامة. ايش رايك بالمكان هذا؟ والله جميل. حيا الله. يا هلا والله. كيفكم يا شباب؟ ايش اخباركم؟ يا مرحبا. الله يسعدك. هذا ايش يسوي القهوة يا عبد الله؟ القهوة هذه جبنة. الجبنة. الجبنة السوداء. القهوة السوداء. نعم. طيب والمفروض اجلس كيف يعني؟ اجلس هون اجلس عندنا. يلا. يا هلا يا هلا. تلعب لود ستار بالماء. لو معي ايش؟ لود ستار. وش لود ستار؟ ايش؟ زي هذه يا شباب. اها. زي هذه شوف. لعبة. ايه. اها ونلعب فيها هنا. نلعب فيها هنا. يا سلام يا سلام. يا مرحب. الله يسعدكم يا شباب. من وين انتم شباب؟ من السودان. يا مرحبا. الله يحييك. وش انت يا ابو؟ رشيدي. رشيدي؟ وش من الرشايده؟ من المرازيق. مرزوقي. ايوه. انت مرزوقي؟ ايوه. مرزوقي ايش يعود؟ ما اسمع. بقومي بقومي. بقومي؟ ايوه. وانت برضو مرزوقي؟ ايوه زيك. اها ما شاء الله تبارك الله. انت من وين؟ من السودان؟ نعم. اها جينا اريتريا كيف يعني؟ جينا هنا تاشيرات وان شاء الله السعوديه. يا سلام. يا سلام. حتى اريتريا عندنا رشايده. حتى في اريتريا؟ ايوه. ما شاء الله. يا مرحبا والله ترى هذه الحياه. والله يحييك والله في قهوه. يا مرحبا والله ابوك. اشتقنا لك يا اخي فقدناك. والله بالاكثر. يا حبيبي. يا مرحبا ابوك والله. الله يسعدك. والله عاد ابو عيد العتيبي. يا هلا ابو عيد. الله يحييك ويا هلا بك انت وشباب جميعا. لا تزعل العيال علانا. يا هلا يا هلا بعد والله. والله بغيناكم لكن ما سمحت الظروف ولا ما الله قسمها ما ادري. والله العظيم لك الحق وابشر. الله يجزيك خير. تسلم تسلم انت وشباب جميعا. يلا نحييك. انا عاد ما عرفناك شباب عرفناهم قبل ولكن عندنا تشرف بمعرفتك. الله يحييك. الشرف الشرف لي. عطنا اسمك. محمد بن احمد بن حامد بن عبيد الله بن عبد الله الصويجر. رشيدي. من اي رشايده؟ من البراطين. من البراطين. نعم وسبعة انعام والله. جينا لزم علينا ابو عيد ولزم علينا عبد الله. قال تعالوا قهوة. حلو. هالرجال هذا ظلامك من الرشايده من البراطيخ. اي ونعم. لقيناه عند الباب سلمنا عليه ودخلنا. دخل من ورانا وراح وحاسب على قهوتنا. فجاجله. اي والله مشفنا قلنا اقلط وحاسب عنه ما عندنا حاجه. هذا واحد. كفو والله. هذا طال عمره يقول هذا. كفو قطيب والله. هذا الشبل يمثل كل الرشايده في اريتريا والسودان. اي والله. ما عليك زوجة. كل واحد من شبابهم وكبارهم عز الله. ما عليك زوجة. الترحيب والاستقبال. واقل ما يسوون. ايه. ولو احنا على هواهم والله اننا نجي اريتريا ونطلع ما دفعنا ريال واحد. طيب يا جماعه الخير في شيء انتم ما تدرون عنه خبر كويس. يوم جينا ننسق الرحله اريتريا هنا. دقيت على ابو ابراهيم نسقت؟ قال نسقت. يا ابو ابراهيم انا مدري قال ما لك شغل. اخر شيء اخر شيء يوم ثقلت عليكم السلام يوم ثقلت عليه قلت له قال يا ابو فهد انت صلف جامع الخلفاء الراشدين واعتبر موضوعك منتهي. والله العظيم كذا قلت له. قلت له اسمع انا ما اعرف احد هناك تلفونك خطوه خطاها. قلت نصلي. قلت اسمع قلت نصلي الجامع واوعدك وعد انك ما تطلع مع باب الجامع الا متعرف لك على الشباب الرشايده وانهم بيقومون بواجب كامل بيلفون بصدق. واول ما صلينا واجهنا عبد الله واجهناه. مرحبا والله ترى هي بالحياه. مرحبا عبد العزيز السلامه شفته وظن انه شافه ما بغيت اسلم عليه صراحه من زعلي عليه ما بغيت اسلم. هذا الحين المره الثانيه لكن قلت اعوذ بالله انا متفضل احسنت وطالب المغفره من الله وخلني اسلم عليه. الله يسعدك. الله يا ابو ابراهيم والله انا يستاهل يستاهل الحق. وليش ما رحنا ابو ابراهيم؟ ليش ما وصلنا احنا؟ ما رحنا بعيد. ايه قالوا الشباب انه بعيد. ايه ولا والله ما معنا الوقت الكافي لانه بعيد بلبر وياخذ لنا منه يومين. احنا فهمنا بعيد انه يعني يبغى لها يوم سفر. هذا اللي فهمناه. لا والله ما عاد الحكي. واكتشفنا انه انكم كلكم كل واحد بيفوز بالضيف. والله ساعة عشان لا يستاهل لكن خيرها بغيرها. لا لا ما يسعد. شوف الأخوة كيف الرجل هذا رشيدي
والرجل هذا عتيبي والرجل هذا سبيعي كلهم كأنهم رجل واحد. اي والله كرمهم وبلطفهم وباستقبالهم والله ونعم. الله ونعم كلهم. اي والله مرحبا مرحبا ومسهلا بالضيوف. الله الاخ احمد ابن محمد ابن حامد الصويت الرشيدي من إيال السودان في كسلة. ما شاء الله. وش من بني رشيد؟ من البراطيخ. البراطيخ نعم. نعم رحم الله الله. حي الله شاعرنا. شاعر الله شاعر كبير وأبوه شاعر بعد. بعد. شاعر شاعر. نعم نعم. والله عنده الغزل وعنده المجاراه كل بحر عميق. عنده خزل. كله. عنده المقدمة اليوم. نعم نعم. مرحبا الله يحييك. الله يحييك. شرفتونا ونورتونا ولنا الشرف في اللقاء معكم والله وعلى الراس. الله يحييك. الله يحييك. انا والله اللي حافظه بسيط اكثر شيء في التلفون لكن نعطيكم من اللي حافظه. ابيات بسيطه يقول يا ابويا وش حيلتك في اللي ولان اربع سنين وداخل القلب كاميه ولا يوم قبل اليوم جابه لساني ولا بحت سدي وللمخاليق مطريه اللي ولاني بعد جال الثماني واللي تسبب ربي اللي يجازيه اربع سنين وطيفها ما جفاني صاحي اشوفه بمنام يا راحي واليوم قمت الفجر اليوم قمت الفجر عقب الاذاني وصليت فرض واجب ان نصليه ونشدني واحد عن اللي دفاني ومن هو بنومي اخر الليله اناديه وذكر لي اسم عنها نالي زماني اسم سكن قلبي وعن الناس مخفيه وقلت له لحظه يا صديقي ثواني وارجوك تنسى الاسم العاد تطريه مدامني داله وسالي كياني والاسم هذا كني اليوم ناسيه ارجاك لا تعيده وتذكره ثاني وتتعب الخاطر الجد الموالي. صح 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 والان عند الشاعر صالح بن الله يحييكم. صالح بن مين؟ صالح بن بركات ونعم وسبع الاف نعم. الله يحييك. حياك الله. الله يبقيكم والله انا اشرف وجودكم والحضور معكم وعلى ما قالوا انا عندي قصيده في بني رشيد وان شاء الله اسمعكم اياها. اللي يقول زان ما علي قصيد وهيا وفكر قافه واندفع هاجسي لمنافسات القصايد شاعر واثق وعندي حماس وحرافه ما تطرقت غير النادرات الفرايد وزن وابداع اوصلها لحد المسافه وانضم اجزالها العسرات نظم القلايد يوم مثلت فيها مؤمنين المخافه روس قوم من الهدر بالمراجل عوايد روس قوم من الهدر بالمراجل عوايد واسمه يره باللي مر قدمه وشافه قوم وسامه الجفه زحوله الشدايد واضح برابطته للمثل والثقافه يا عسى كل عملهم والافراح عايد ضيفه يبشر بحسن اللقاء والضيافه وصيتهم من كرمهم بين الاجواد زايد بزبل اللي عليهم يشتكي من خلافه السيف للحق صاطي ضربته ما تحايد عند رد الوفه ما حسبوا للكلافه وعند رد البر سيادا على كل سايد من نصاه ومن اسلوب الوفه واللطافه لجه عند ظنه مثل ما كان رايد واسمهم يردع ذكرهم يردع اصحاب الردى واللقافه هيبه ما تهاز ومعرفته هو فوايد مجد وحق واجب للجميع اعتراف عزوة ابن رشيد بدون نقص وزوايد قوم عند القشر ما شفت فيها انحراف تنطح الموت الاحمر سهم مسموم صايد صفهم صف واحد ما تجي اختلاف الصف ما ينهزم يقدم لو الحمل كايد وبطش من بطش ما يحصى ولا به مرافه وانت عزوة وسوى راحت احداهم شرايد اربع بعدها صفر اربع بالاضافه مع تواريخ دعتها الصحف في الجرايد مدحهم لا يقم فيهم بلا اي اعسافه لافت المدح ينقاد من دون قايد الفخر والسطر والمرجله والعفافه رمز بالصراحه والعلومه الوكايد اسمكم يا رشايد الفخر محطافه كل ديره يكون فيها مقر وسنايد والتحيه من اللي كامل العلم ضافه في ختامها من وين السيوف الحدايد وسلامتكم. كفو 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 والله. نعم والله السلامية. أولا الله يحييك وليك. الله يبقيك ويحييك وألف تحية. الله يبقيك كيوف عزاز وكرام. الله يعزك. بعدين كنت أقول لك صالح صالح احنا سنويا نسوي هنا مسابقة الشعر شعر الجزارة والعام الماضي هذا خلها صالح. ما شاء الله شاعر ايش؟ شاعر الجزالة. المسابقة بالسودان ولا بريتريا؟ مسابقة بالسودان. بالسودان. نعم. وشالها. يستاهل شاعر الجزالة. سيارة. سيارة. يستاهل. نعم. يستاهل السيل الهادئ. مبارك بن سليم بن سعد بن محمد الصويتي الرشيدي. ونعم. مالك زود من البراع صح؟ نعم. وشو؟ ترى شاعر. شاعر. هلا والله بالشاعر. مرحبا. حياك الله. يا مرحبا. أبو مين؟ أبو سليم. أبو سليم. نعم. وش تحفظ من القصيد؟ والله عندي الكثير عندي مجاراه المجداني. غزل. غزل نعم. حنا ترى قلوبنا رهيفة نبغى تعطينا من الغزل. عطنتك. عطنا عطنتك. الوجداني يقول يا طالع المرقاب خله المشتاق حول وخله معذب القلب يرقى
يا ليت ربي ما كتب حب وفراق ولا كتب حبا على غير فرقه. وجداني السعودي هذا يقول الله الله. عجبتني الابيات ومشيت عليها مجارا. قلت اول ضميري فيها والزين مشتاق وقلبي من المحبوب مزروق زرقا زرقا. اقعد واقوم وحالتي في تسارق تسارقت عيني على النوم سرقا سرقا. سبايب اللي خدها يقال براك حط لي في قلبي رقوم ومعرقة في نستمع قوم السرى والدنافاق مفترين حي غربا وشرقا شرقا. دايم منه عوام في بحر الأغراض عالي عني وطيح لو جيت برقا برقا. وحس في قاص الحشي قال سواق لا تعتبوني بين لما وفرقا فرقا. كم للهوى يا للهوى يا ناس حراق حم واحد ناس يقول بي حرقا سلامة صح صح لسانك. اسمي أحمد عيد حمدان من العرات من رشايدة ونعم من قبيلة رشايدة من كسلة ونعم. أنعم الله عليك وطول عمرك. حنا طلبناك بيتين تامر عندي بيتين. يقول البارحة سهران والعالم من يوم بيتين غزلية قبل. البارحة سهران والعالم من يوم في حب غرون سار نومي سريقة أحبها من عمرها عشر أعوام. حب بدوية ناس صدق وحقيقة أقولها بالسر والجهر والعام. إني بدون تايه في غريقة هليت قلبي قبل لا يحكي الصام ولا ان طريقي اختلف عن طريقة لأنه يسبب لي حرب صدام. ويمكن مع التاريخ نحسب رفيقة اليوم أنا متهوم التهم جرام وتهم في معشوق يخسر عشيقة لكن ما خليه لو دونه إعدام يا لو دونه نار تشعل حريقة. العهد اللي بيننا صار له عام خلاص ما عندي صبر لو دقيقة من كثر ما عمرت في قصر الأحلام. راحت بغرب الشمس عند السريقة واطلبك يا من تعلم كل الاحكام. اجمعني من لا حياتي شفيقه ومن لا من عساه الله اللام لان الهواء بلاك والصدر ضيقه. يقوله الله الله صح لسانك. وش الحب ذا اللي من عشر سنين؟ هذا هو الحب العذري. هذا يا كنا جيران في البر ايه بس هو عرب قريبين شويه بس تعرفت عليه خطبت. هو ما بعد سهلت اول شوي صارت كلام بس بعد القصيده ذي ما فيها كلام. يقول صالح بن زبق احمد الحب الاول صاحبه مفقود الا على قيد الحياه. يمكن ان الجديد يحطم الاول وياخذ مكانه باكمله. بالع الحنظره لو هو بالع الحنظره لو هو تفلها طعمه المر بطيء ما نساه. قول ما قالها صالح يعود فاقد الطعم كلهما. رديت له انا قلت كل ما حاول يقض الشقاوي يلده بالزمن لا وابله. جاه عبر الرسايا صاحبي صالح ولد زبق جالها يسأله. دايم اللي يفرح قلبي هو انصت اللي يمرني طاري نباه. كيف يفقد روح احمد وعمره بين الحنايا مثلا. صح لسانك. هذا عندنا طال عمرك رجال اسمه مطر. ومطر هذا كان في الغزو العيد ويعشق له واحدة من أهل الديرة. يوم جاء طريق قابلوه مثل ما يقولون رفاق السوق. قالوا له وش أنت يا مطر فيه؟ الرجاء ناسك غيروك بواحد ثاني بدلوك. وبغى يرجع قال لا أنا أواصل وأشوف إيش الحاصل. يوم جاء عندها تمثل قال يا حبيبي ما أنت على ما خبرنا واليوم مختلفة علي طواريك. أما بلانا البعد ولا دهرنا ولا خبيثين العمل وسوسوا فيك. وهي جالسة تسوي في الهوى ردت وقالت وحات من هو بالكساوي سترنا. القلب ما ياخذ نهارين الناس لي. الناس ترجى الغيث وانت مطرنا. والله يا جاني يا مطرنا يا جاني. الله الله هذا واحد من بني عمي ينقال له حامد بن محمد ابن حامد بن عبيد الله صويت الرشيدي ونعم من البراطيخ ونعم ما عليك زود. والله يقول في واحد راسل بني عمه وطلبه في قروش وهو ما معه شيء. كتب له بيتين قال له يشين هل احتاج لك شخص قريب والمخاب والجوب مخالفة ليتها بالجهد ما يبي النصيب يمشي احسن ما طول السالفه. سالفه برضه ثانيه له قصيده غزليه حامد دي يقول حرف ارقاه لو ما بيني وبينه سوى سلام الله ونظرات عادية. لوني قريت المحبة في وسط عينه ما عمر شفه تعدى راحت دين سلامة. وعلى ما قالوا في قصيدة صدفة غزلية وإن شاء الله ما تعجبكم إن شاء الله. اللي يقول يا ما تجهزين البنات الرعابي بدامك سعلتيني من أيام جبيلة هنام أهل الفخر وأهل المواجيب لعز وتنتري السوفة
الصقيلة هلا بتاريخ طولة مظالم من عصر عنتر والملوح وجيله رجالها الوقفة وفزعها وطيب يوم الوغايا مترفه يا جميلة في الرئيس ناخذ لونه بلقم تذيب والخصم نلعن في اللقاء سلسبيلة واللي احتزم من بد عجفال شانيب يوم المخال الحرب يرهب صهيلة والضيف نهديله جزيلة التراحيب وشوفنا يا بنت ما هي بخيلة بني رشيد ويجرس المراجيب واللي يوجف ضدنا معلك سود واللي يوجف ضدنا عز ديله واللي عذر ابن حشان العذاريب هابي وجده ما يذري دخيله قلته وهالدنيا دروس وتجاريب واللي سواتي بالنجاح الدعيلة عوقي منش تحتار في هذا طبيب والصدفة هالإجابتك مستحيلة من هبو ما يكل أبوها مع طيب وحملي منش صم الصخر ما يشيله افتر قلبي منش فر الدواليب في دين متعافي وبيرها طويلة الحب يا بنت الوفم على جانب هذه عواجيبة وهذا حصيلة قعد تراجع واضرب الضن ويخيب ولم كل الأسلومة وفصيلة مالي عن المجسوم حيله وتجنيب وحشم يقدر يا بنت ما في حيلة مثلي مثل منزل حلو المشاريب ويوقى سراب الغيب يملى صميلة روحي وخليني عسى جرح يطيب دامك عزيزة نفس حرها وصيلة من تيبنا للقطر سوي الملاعيب ومثالك في الوقت هذا قليلة بلته وبعدك يطلع النجم ويغيب محتار مثل اللي مضيع دليلة عودت رتبتك مثال ترتيب وابدعت فيك من البيوت الجزيلة مثل الدرور معنا مصفى ولا جيب لعيونك من السلطات انش حيلة يا عم قريب المخل يضربها صعيب الفيلم نفروع الشيرة عن مجيله والعين عين اللي صفق بالمخاليب شاف لهم فوق المراجيب زيله والزون غارسه مصفقتها الشلاهيم ما جاف ماها وديتها سليله الصدر مقاطع والنحاسه ما يصيب والبطن ضامر والخواصر نحيله والجعد ذا معتفات العراجيب ذا الانهار النادرات الاصيله والمبسم ابيض والشفايا مشاهيب في جمر صفقته هبوبه المخيله والخشم سيف وبعضه صاف تعذيب والخد صافي والقوايم عديله خيله على وصاف وشنو هتجي ما لقي صايد مع جمالك وسيله ولولا العوايد واختلاف الاساليب سويتها لو سواتي في شيله بس اجنبي ما له عليكم مطالب غلط راعي حالتها واسمحي له ما دام ما احنا حبايب وجارين ما ظن قلبي من كبرد قليله قصيها لو حصلت على الجاهل يشيب ذهيب ثم من وراها عجيله تعلقت بين ضلوع المحاجيب وحمولها ما هي خفيفه ثقيله في عيوني طيوفك ضيوف ومعازيب ديوان صارت لك وطيفك وشيله اليادنا للي يجني مجاليب ولاصبح شبا بقلبي فتيله ولك صوره ما ظني تمور وتعيب الوين ما مد النظر تستوي له قال مرتبها على العين ترجيب وزيد في عقل جروحه العليله قبلك وبعدك من شباب ومناجيب محرك الهالوس شعري وجيله بعض الصدف عله وشر عواجيب حتى الملوك ما شدن عليله كافو كافو لكن والله قهوه انها زانت وجود الحاضرين صارت من اجمل القهاوي بالعالم الله يسعدكم جميع يا الربع واليوم وجهه جديده في اريتريا متجهين الى كرن مع الذيابه صباح الخير يا ابو محمد صباح النور يلا حيه الله يبجيك ابو محمد الاسم الكريم صالح محمد مصلع عاجل الدهيمي القمي ونعم وعليك زود ابو محمد قبل شوي احنا نسولف كانكم جايين من قريب ما انتم بعيد لا محنا بعيد متى جيتوا والله من جدانك اللي جاء عاجل عاجل اللي هو نعم. مين معلش عد الاسم عاقل او عاجل هو ابو عاجل منه صالح محمد مصلع عاجل اه ابو جدك ابو جدي ايوه قريبين ما انتم بعيدين والله قريبين أيوة. هو اخو عواد جو جيتوا على اريتريا ولا السودان جينا على السودان هو اخو عواد نعم حلو ومن السودان من السودان اخذوا مده وجو هنا في اريتريا حلو واستقروا حلو وكم عددكم الان وش حولكم والله يا قربنا من 2000 2500 ما شاء الله تبارك 1500 ما شاء الله تبارك الله احنا بجديرين الله يطرح فيكم البركه بيه. وين دياركم هنا والله ديارنا يمه دعيلي حلو قريتنا دعيلي هو في الشرق عن مصوع شمال حلو عن وغيره يمن وبشكل عام الديار حقتكم يعني اذا قلنا الدهمام من البقوم هنا وين يصلون يصلون فيهم جزء منه في أمة السودان وجزء منه في دعيلي واللي هو قريتنا ما فيها قبائل ثانية غير قريتنا احنا الدهمان بس خاصة بس ايوه امس معذبنا دهيمي امس الله يبين وجهه عندنا مدرسة وعندنا دكتور وعندنا ما شاء الله والحمد لله حلو الوضع تمام ولا اعلن اخلاه مرة اليوم الله نسعد بخوتك يا ابو محمد والجميع الجميع احنا نسعد بخوتك الله يحييكم الله يحييكم الله يبقيه الله يبقيه سعيد عيد العتيبي سعيد عيد محمد عبد الله ونعم وهذاك حمدان حامد عبد الله تدرون من يقصد صورت قبل 6 سنوات مقطع الواحد اسمه حمدان حامد عبد الله نعم واحد عتيبي نعم وانتشر مقطع ما شاء الله اليوم ألقى ولد عمه والله هو نعم انا سعيد عيد محمد عبد الله وذاك حمدان حامد عبد الله ما يحتاج ولد عم اي ما يحتاج ونعم فيك والله ونعم فيكم جميع وبرك السعاده والله قابلت الرجال ذاك بالصدفه الا ونعم
ورحبنا ولزم علينا نقلط عندكم، ولكن كنت مشغول واليوم طال عمركم تدور الايام والقوا دعمه، ونفس الشيء يلزم علينا. هو ترى انه موجود وحي للحين. لا بزور ان شاء الله باذن الله. الله يسعدكم. الله يحييك. الله يبارك. انت واخوياك عندنا عين فراش وعين غطاء. انا عوده عيد محمد العتيبي. وهنا كانت المفاجأة، مو كل القبائل اللي موجودة في أفريقيا رشايدة، فيهم العتبان والسبعان والبقوم والعنوز والأشراف وقبائل كثيرة أخرى. أسرنا هذا العتيبي بسمته وقاره وهدوءه ومحياه. والله يحييكم. والله الأرض من الأرض على رؤوسنا. والله هنا نبيكم تمشون معنا ونبيكم تفسحون معنا ونبيكم تشوفون الأرض وكل شيء. أبد أنتم كملوا مجراتكم هنا وإجراتكم الباقي علينا بإذن الله. بنمر والله عليكم. يحييكم. والله نهبرك الساعات. والله عين فراش وعين غطاء. الله يسعدك. أنا بقول لك كلمة بالنسبة للي يسأل عن قبائل في إريتريا وفي السودان. كانت أول الزعامة أو أول العمودية موجودة للرشايدة فقط، لأنه هم الرشايدة هم الأغلبية هنا. كثير اي واحد دم ابيض سواء في القارون او في القبل قال له رشيدي. مو برشيدي صح. احنا عندنا قبائل كثيره. احنا عندنا السبيعي وعندنا العتيبي وعندنا قبائل كثيره، عندنا البقومي واجد، لكن فهموهم بس بكلمه الرشادي. الان اول ما جات العموديه هنا في افريقيا تبع الرشادي، والناس ماشيين على موضوعها لكنهم منضمين تحت لواء الرشادي. ابو عيد نعم. العرب كانت تسود. كيف تسود المدينه؟ قبل يهاجر لها المصطفى كان فيها جهينة وبلي ومزينة وأوس وخزرج، لكن الخزرج كانوا هم الأكثر والأقوى ولهم السؤدد، فكانت العرب كل من يجي من المدينة يسمونه خزرجي، حتى أن العباس عم المصطفى في بيعة العقبة يوم جاي يبغى يضمن البيعة ويتوثق أنهم يحمون ولد أخوه قال يا بني الخزرج أنا منكم. هو عندنا وكافينه، إذا ليس لكم طاقة به أخبرونا من الآن. هو قال لهم خزرج، هم هم خزرج بس. نعم هم خزرج وأوس وجهينة وبلي ومزينة. فهذا سلم العرب من أول ترى. بدون نقصان في أي أحد من القبائل. القبائل كلها على عيوننا وروسنا. لكن أحسنت. أنا هذه المعلومة الخاطئة اللي حبيت أصحح. أبو صالح كم لغة تتكلم هنا؟ أنا؟ إيه. يعني ولا يعني حق كان تقرينيا. تقرينيا؟ تقرينيا وتقري. وتقري؟ والعربية. والعربية. طيب إيش السبت بالتقري؟ ها؟ السبت ولا الأحد الاثنين الأيام؟ سوني الاثنين. أيوة. ثلوث الربوع. ثلوث ثلوث. ثلوث الثلوث. أيوة. ربوع ربوع. ربوع. حموس خميس. حموس خميس. إيه؟ عربي جمعة. عربي جمعة. الجمعة. شفتوا تأثير اللغة العربية جماعة الخير في كل مكان. حتى خطهم هذا الخط وش شوي ابو أيوه؟ سعد ابو ابراهيم هذا الحرف وش يا ابو ابراهيم؟ هذا مشتق من خط المسند اللي تحت. ايه تقري والتقريني أيه؟ من خط المسند. خط المسند العربي. ايه خط العرب الجنوب. عرب الجنوب قديما أيه؟ هو اندثر ترى، ما موجود عندنا، موجود فقط الحين في اثيوبيا. قابلت الشباب في المقهى. حيا الله الشباب. من وين انتم شباب؟ من السودان. رشايدة من السودان. وشو؟ رشايدة من السودان. ونعم والله. الله يحييك. الاسم الكريم. حمدان. الله يحييك. حمدان يعني جاي من السودان؟ نعم جاي من السودان من اريتريا. تتمشون في اريتريا؟ نعم نتمشى يعني نتفسح. كم كيلو من ال والله حوالي 250 كذي. 250 يعني من جنوب السودان؟ من جنوب السودان. اها من الشرق. شرق السودان. شرق السودان. ايش اسم الدير اللي هناك؟ كسلا. كسلا معروف. وفي شوارع أسمرة التقيت مع هذا الشهم العربي. الله حياك الله. الله يحييك. وفي أسمرة حمدان أحمد حمدان سلمي الرشيدي. ونعم. من البراس. الله يحييك. ونعم. حمدان أنت من إريتريا ولا السودان؟ من إريتريا. في أي دولة إحنا الرشايدي؟ ونعم. بس أنت من وين؟ أنا أصلاً من السودان. من السودان؟ نعم. وين في السودان؟ في كسلة. كسلة؟ نعم. وين أراضيكم مناطق بني رشيد؟ منطقة في كل المناطق نحن. وين؟ في أسمرة، في السعودية، في السودان، في أي منطقة، حتى في مصر. ما شاء الله تبارك الله. في أي منطقة رشايدة. ونعم والله. الله يحييك. ونعم حالك والله. الله يحييك. الله يبقيك. ما عرفتك. جمعة مرشد أحمد مرشد الرشيدي الجلادي. ونعم. وشو من الجلادي وشو من الرشايدة؟ براسة طبعا. براسة. ونعم. وبرضه أنت من السودان. إيه من السودان. وجاي أسمرها. جاي أسمرة نتفسح، وربعنا هنا رشايدة وهناك في السودان كلهم. لقينا ربعك في كل مكان. حتى حنا ترانا لقيناه ربع. الله يسعدك. الله يسعدك. قبل 90 عام وصفت هذه المحطة بأنها الأجمل في العالم. هذه من تصميم الفنان الإيطالي بيتازي. أسمرة العاصمة الإريترية من أعجب المدن. كانت تعيش في رفاهية اقتصادية ورفاهية في العيش، حتى أن مبانيها خرجت بنمط جديد. هذا النمط يسمى نمط العمارة المستقبلية، بزق في فرنسا وأوروبا وأمريكا في تلك الحقبة.
يقال انه يوم جاي يصممها ويبنيها واجه معارضه، قالوا له كيف تمد صبات من الكونكريت من غير اعمده؟ هو يعرف بحساباته الهندسيه انها ستصمد عبر الزمن، ولكن ارضاء لهم يقال انه وضع اعمده على الاطراف، بعدين اتم البناء، ازال الاعمده ولا تزال شامخه الى اليوم في العاصمه الاريتريه اسمره. شوف يا ابو فهد، هذه من الزمن الجميل، انا اتوقع لو افتح الباب يطلع لي بعيد الاطرش. مرسيدس الشباب هذه موديل كم؟ موديل اتوقع 66. لا اتوقع اقدم من موديل 66، بعدين شوف كيف ما شاء الله نظيفه ومرتبه. حط 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 شوف. ها شوف الورده. يعني كل حاجة هنا قديمة ومحافظين عليها. على فكرة هنا واقف تصدير السيارات من 2015، عادي تلقى سيارة قرنبع سعرها 70-80 ألف ريال، لكن هذه أنتيكة مرة، كأنك في عام 1950. إذا بحثت في النت عن أريتريا حيظهر لك هذا المعلم، أشهر معالمها هذه الكنيسة الكاثوليكية، طبعا عمرها أكثر من 100 عام، وبنوها الطليان أثناء استعمار أريتريا، وغالبية الشوارع والمدن هنا مبنية على الطراز الإيطالي. طبعا هذه اللي يسمونها يونيك، هذه علامة يعني العلامة البارزة في أسمرة. هذه واحدة من أقدم دور السينما في العالم، سينما روما في العاصمة الأريترية أسمرة. أصلا أسمرة يسمونها روما الصغرى، لك أن تتخيل قبل 90 عام أهالي أسمرة كانوا يجون السينما ويتفرجون آخر الأفلام اللي صدرت في العالم. هذا دليل على الرفاهية في العيش اللي كان موجود في هذه المدينة. لا زالت السينما تعمل إلى اليوم، لكن ما يعرضون فيها أفلام، يعرضون فيها مباريات كرة القدم. وهنا مسجل جدول المباريات البكرة، شوفوا مانشستر سيتي مع ليفربول الساعة 3:30. جهاز السينما القديم الآن، لكن في وقته كان اختراع حديث. هذا المطور كان يحركونه بالهندل حتى يشتغل، إذا اشتغل الفيلم يطلع من هنا على الشاشة الرئيسية. حتى الأفلام اللي كانوا يعرضونها موجودة هنا، أفلام قديمة. هذه الشخصية كيف تعرفونها؟ شخصية شارلي شابلن شهير اللي كانوا يصورون أبيض وأسود حتى من غير صوت. ما يصدر تصريحنا من وزارة السياحة، تصريح السفر، جنبهم مقهى فنان، قالوا خذوا لكم قهوة ساعة ساعتين وتعالوا لنا. ومزحوم، شوفوا نمط البناء، نمط إيطالي بس مزحوم المحل ما شاء الله تبارك الله. كيك وما كيك، بيتزا ودونات. ها شباب شو أخذتم؟ أسعار غالية. ليش؟ قبل الحلقة 16 ريال؟ ربع. معقول جدا، معقول. حليل البلد. لا رخيص. هم تغدينا كيك يا ابو مالك. اي والله ذبحنا الجوع. والله الدنيا رخيصه. اخر وجبه اكلناها في اللاونج في مطار اديس ابابا. اي والله صيبي. ايوه حتى ما كانت وجبه، بيض اخذناها وشي زي كذا. حاجه خطفيه. عبد العزيز السلامه، للسياحه مفهوم اخر. انت سوي جروبات يا ابو ابراهيم لهذه الدول، انا اول واحد حيشطب عليك، حسوي لك بلوك. شوف انا لما اجي زي الدول هذه مش تسويق ترى، انا اجي لها انقل ماره، انقل الحضاره والعادات والاشياء. حلو ممتاز والله. فانا يوم من الايام جيت وقلت لا الدوله دي رهيبه اللي تسيرون هذه، لا انا انقل لك وانت تقرر بنفسك. حتى التحديثات اللي اليوم والله انا انبسطت فيها. انت مثلي استمتعت فيها. أنا أنظر للموضوع من جانب آخر. أنا أشوف إنه ذحين يوم أرجع وأنا مبسوط. يا رجال حتى العيوب اللي كنت أشوفها عيوب الآن أشوفها محاسن. شلون تعرف النعم؟ أي والله يقول لك كي تعرف قيمة ما أنت فيه يجب أن تسافر. والله حلو. خلاص. الاستعمار الإيطالي استمر في إريتريا حوالي 50 عام، ولكن ترك الآثار واضحة للعيان، أحدها هذا البناء الضخم، هذا بنك دي روما، بني قبل 100 عام، طبعا تعرض للقصف ولا زال المبنى جميل رغم أنه مهجور. سبحان الله. أبو فهد الإيطاليين لا شك إن كان عندهم مطامع يوسعون رقعة بلادهم، فلما راحوا إلى ليبيا دمروا ليبيا وكرههم المسلمين،
لما جو إلى شرق أفريقيا وجدوا ثلاث أرباع السكان مسلمين، فتغيرت الخطة. قالوا هنا لازم نكسب المسلمين، فاعتنوا بالمساجد وبنوا مساجد جديدة ورمموا المساجد القديمة، وأيضا عينوا قضاة وعينوا مفتي وأعادوا الأوقاف وفتحوا الجمعيات الخيرية. تخيل كل هذه الفترة عشان يكسبون ود الناس، الهدف السيطرة على مضيق باب المندب. نعم، لكن الهدف أكبر، الهدف يسيطرون على هذه المنطقة، على اقتصاد العالم. تستغرب لما تيجي تقول المساجد رممت في وقت إيطاليا، بنيت في وقت إيطاليا، والسبب مثل ما قلت. لكن تتخيل نابليون أول ما نزلت حملته على مصر يا أبو إبراهيم، قال لهم البيضة اللي بجنيه اشتروها بعشرين جنيه لجنوده، برغب الناس فيه. فصاروا يشترون، انتعش البلد وتناقلت الأخبار إنه هذول خير على البلد. بعد أن سيطر على البلد جعل الأزهر حظير الخيول. هنا الماضي. تسمع يا أبو مالك بالمثل اللي يقول يروح الزين ويبقى رسومه؟ هذه أسمرة عاصمة أريتريا، باقي رسوم هذه المدينة الجميلة، وكانت من أكثر المدن في العالم الأرغد عيشا. تخيل مدينة كان فيها آلاف المصانع، بس المدينة دي فيها أكثر من 2000 مصنع، مصانع تجارية، مصانع المواد غذائية، شوف الفخامة في المباني. هذه إحدى دور السينما في العاصمة أسمرة. هناك إذا تشوف يا أبو مالك مطعم قديم أيضا على الطراز الأوروبي القديم إلى اليوم يعمل، وهو أشهر مطعم بيتزا في أسمرة اليوم. عجيبة هذه المدينة بكل تفاصيلها، يعني تقدر تقول مدينة توقف فيها الزمان. هذه الآن لا تعمل السينما، لكن في دور سينما مثل سينما روما تعمل إلى اليوم. حناخذ فيكم جولة. شوفوا الأعمدة، فخامة، الأقواس، لكن مهجورة. لكن في بعض السينمات مثل سينما روما تعمل. قبل 66 عام جت موجة حر على السعودية، فقرر الملك سعود أن يقضي الصيف في أسمرة عاصمة أريتريا. في ذاك الزمان كانت من أجمل المدن في الدنيا، لك أن تتخيل، كانوا يتنقلون بالسيارات ويسافرون بالقطارات، وكانوا يتفرجون على السينما من قبل 100 عام. اليوم المدينة هذه اللي انتم تشوفونها فيها الإسلام وفيها النصرانية، يعيشون جنبا إلى جنب بكل سلام، وهي بالفعل هي مدينة السلام، مدينة الأمن والأمان. هنا في أسمرة تمشي نهار ليل ما حد يقول لك عينك في راسك. وأجمل ما في أريتريا الناس، الناس ودودين، فيهم طيبة، فيهم لطافة، يرحبون بالغريب. هذا أجمل ما وجدته في أريتريا. صباح الخير يا صباح الفل يا ابو فهد، من القاره السمراء يا هلا، من اسمره، من اسمره. اليوم الثاني شباب، ترى شوف مسابح ومنتجع وحلوم. شو الفندق اللي احنا فيه ابو ابراهيم؟ هذا اسمه اسمره بلس، من فئه الخمس نجوم، هو الوحيد في البلد بهذه الفئه. طبعا انت هنا في بشكل عام في اريتريا ما في انترنت، ما في الا بالفنادق هذه، في أسمرة بلس، وفي فندق ثاني اسمه كريستال، وفي فندق اسمه سانشاين. إذا أخذت الغرفة يعطونك إنترنت، فأنت لازم تأخذ مثل هذه الفنادق. والنت وش من اللحية؟ النت رهيب جدا، يعني أنت عشان ترسل واتساب أضمن لك ما تتجاوز 5 دقائق رسالة وتوصل. إي ما تتجاوز، يعني اللي أبو سلام أنا وصلت. أيوة أنا وصلت والحمد لله. طمنوا عليك وطمن عنا يا سلام. اليوم بس على فكرة في ملاحظة، اللي يسهر بالليل متأخر لما ينامون الناس يطلع لنا تقوى شوي. بالفعل تقدر ترسل صورة؟ والله تقدر. خطتنا اليوم، اليوم إن شاء الله النية نطلع لجهة مصوع. طبعا أمس أخذنا تصريح أمورنا طيبة، وبإذن الله الجهة جهة مصوع. نقعد لنا يومين ثلاث أيام، ثم نطلع بعد الجهة كرن يومين ثلاث أيام، ثم نرجع مرة ثانية هنا. مصوع وضواحيها. أي نتوقع نحن ندخل بران، والله حسب الأرض المنطورة، يقولون منطورة والربيع بدأ يفز، فلقينا الأمور هذه بنطلع، ممكن ننام بلبر اليوم، ممكن ما يردوا، وإذا ما ردونا إن شاء الله. إيه نعم، لأنه التصريح لازم تركب نفس السيارة اللي صرحت فيها، ف
فاحنا بنروح مع سياره ثانيه ما ندري يردونا ولا لا. يسرنا نرجع نصور سناب من هنا. يسر هذا. هذا فندق دهلك اللي ساكنين فيه احسن فندق في مصوع، لكن كل الديره شبه مهجوره، شوف حتى المسبح فاضي. الفندق شفت نزيل معانا واحد جزائري رحال. هذه دهلك القديمة، المصوع القديمة اللي كنا فيها اليوم. الله يسر، لا يطيح فيه الجسر. الله 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 الله، شكله طايح ذا ذايب. يلا الله بسم الله، اخطيت في صعوده. هذا البحر الأحمر، مقابلنا هناك جيزان، يعني قطريا المسافة من هنا من هذا اليابس إلى يابس مينا جيزان، شاطئ جيزان 300 كيلو. هنا أمامنا جزيرة دهلك، مقابلها جزر فرسان في السعودية. فندق ضخم، أثار هذه المدينة خصوصا مصوع القديم هناك تدل على أنها كانت ميناء هام جدا، يعني طريقة بناء المباني شيء من الحقبة العثمانية وشيء من الحقبة المصرية، لأنه في وقت محمد علي باشا وأبنائه سيطروا حوالي 20 سنة على هذه المنطقة، وشيء من الحقبة الإيطالية وشيء من حقبة هيلا سيلاسي، أثيوبيا أيضا سيطرت على هذه المنطقة. لكن السؤال كيف أرجع أنزل الآن؟ شهدت مصوع في هذا المكان الهجرة الأولى في الإسلام، هنا نزل الصحابة في طريقهم إلى النجاشي، وهنا صلوا باتجاه بيت المقدس، قطعوا طريقا بدأوه من الشعيبة قرب مكة وانتهى بهم هنا في مصوع. نهاية هذه الرحلة كانت بداية لتاريخ هذه المدينة ومصدر فخرها. اعتنق أهالي مصوع الإسلام، ومنهم انتشر في بقية أجزاء أفريقيا، كانت تسمى الحبشة فيما مضى من زمان. قال أن هذا المكان هو أول مكان صلي فيه صلاة جهرية المسلمين. فصحابة رسول الله رضوان الله عليهم حينما هاجروا من أقرب السواحل لمكة إلى الحبشة توقفوا عبر البحر الأحمر، توقفوا في هذا المكان في رأس مدر، اليوم هي رأس مدر مصوع في إريتريا، توقفوا وصلوا صلاة جهرية في هذا الموضع. طبعا في ذلك الوقت كانت الهجرة قبل ما تفرض الصلاة، فكانوا يصلون صلاة الصباح وصلاة المساء، فصلوا في هذا المكان. الحراب الآن والقبلة هذه اتجاه بيت المقدس، مكة على اليمين. بقي الصحابة رضوان الله عليهم ردحا من الزمن في الحبشة، آخر من عاد من الحبشة، وفد على رأسه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أشد الناس شبها بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وصل المدينة لم يجد رسول الله والصحابة، كانوا في فتح خيبر. فيوم فتحت خيبر وبشر المصطفى عليه الصلاة والسلام بذلك، وإذا بجعفر بن أبي طالب ووفد الحبشة قادمون، ففرح المصطفى فيهم فرحا شديدا، فقال: لا أدري بأيهم أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ومن أشهر الأسماء اللي هاجرت الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، وكان معه بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام رقية عليها السلام، وجعفر بن أبي طالب والزبير بن العوام وكثير من الصحابة هاجروا وعاشوا في الحبشة فترة من الزمن. جامع الخلفاء الراشدين في العاصمة الإريترية أسمرة، أكبر مساجدها عمره أكثر من 85 عام، مبني على الطراز الإسلامي الكلاسيكي، له أهمية دينية واجتماعية، لأنه مع غياب النت الناس هنا بعد الصلاة سلمون على بعض ويأخذون أخبار بعض، منطقة تجمع وسوق شعب. وهذا الجامع الكبير في كرن يسمونه العتيق. الله الله الله، له من اسم نصيب، جامع عتيق عتيق. الجامع متهدم لكن المسجد الآن في صحن الجامع، له من اسم نصيب يا أبو إبراهيم. هذا الجامع عتيق، لاحظ متهدم المسجد نفسه لكن يصلون بالفناء الحين. هذا أكبر مساجد كرن في إريتريا، باين عليه قديم. شو الجزء اللي آيل للسقوط متهدم، حاطين عليه سياج، أما الباقي لا. والله جامع كبير مو صغير. أنت تتجول في مصوع، تتجول في 3 حقب أو 4 حقب تاريخية. شو هذه الحقبة؟
واضح ان الحقبه الاسلاميه يا المصريه يا العثمانيه. شوفوا هنا باين نمط البناء اختلف تماما. هذا من الحقبة الإيطالية أيام الاستعمار الإيطالي، هذا بنك دي روما شهير، فتجد الستايل ذا أصلا أسمرة كلها بهذا الشكل. وهذا مسجد الشافعية فيه مصوع عمره 1120 عام تخيلوا، لكن مجدد. وهنا المدخل مسجل عليه الآيات القرآنية إلى اليوم، مكتوب هنا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهنا على الباب الثاني مسجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الله مصوع تاني. احنا في مصوع وحر، والفندق اللي فيه اسمه دهلك، ودهلك نسبة للجزر المقابلة لنا هي أرخبيل من الجزر، أكثر من 100 جزيرة. طبعا أريتريا لها 126 جزيرة في البحر الأحمر، وجزر دهلك مقابل جزر فرسان، وكانت قديما عبارة عن منفى أيام الدولة الأموية والعباسية كانوا ينفون فيها. فتخيل الحر اللي احنا فيه، ما بالك في جزيرة دهلك، حر موت ولا في شيء، حر وحنا في الشتاء. نعم هي. فلذلك يقولون أول لا نفي الواحد قالوا يقولون دهلك بلهجة أهل البلد هنا دهلك، سمي الدهلك دهلك. وأحد الشعار اسمه أبو الفتح الإسكندري نفي فيه، فكتب بيتين في الوقت اللي منفي فيه كان مالك هذه الجزيرة اسمه أو حاكم هذه الجزيرة اسمه مالك بن شداد شديد أقشر له من اسمه نصيب. أيوه وبنفس الوقت البلد سيئة مالك البلد شد عليها. أي أيوه والله. فقال الشاعر هذا وأقبح بدهلك من بلدة فكل امرئ حلها هالك هالك كفاك دليل إذ أنها جحيم وخزنها مالك مالك. الله الله جحيم وخازنها مالك. والله هذه بطلنا عندها رحلة لدهلك بطلنا. أنت تعرف أن معظم ملاك المنازل إما في اليمن ولا في السعودية؟ سبحان الله. في السعودية لو تصور بيقول لك لنا بيت هنا موجود، لأن المنطقة هذه كانت معروفة للعرب يجون يتاجرون فيها ويرجعون. حتى سوق هنا موجود اسمه سوق عرب. المنطقة التاريخية في ينبع عمرها مئات السنين، كأنك تتجول في المنطقة التاريخية في ينبع. تشابه في المباني ما بين مصوع والمنطقة التاريخية في ينبع. الحجر المنقب اللي يبنون فيه هو نفس اللي مبني منه المدينة التاريخية في جدة. هي فترة من الفترات كانت كله قريب الحجاز، يعني أهل الحجاز يتنقلون. شوف طبعا مكتوب العربي هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا داخل الباب صلي على النبي المختار. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. المرة الماضية لما جيت كنت لقيت صاحب راعي هذا البيت، لقيته هنا يفكر في ترميم المنزل. سألته منين أنت؟ قال أنا من الحضار من اليمن، ولكن هو مو جنسية إريترية. يقول إنه هذا البيت لجده وهو كبير بالسن، يقول أنا مولود هنا. تخيل يقول يوريني غرفته، كان يوريني غرفته من الجهاد من الغرف. يقول إن جدي يعني كان تاجر بشكل ما تتخيل، حتى مو عصاك توقع وشو يملك 5% من أحد الشركات، شركات السيارات الأوروبية، ما أعرف إيش كانت، لكن معه 5%. يقول أنا أملك. قلت أخذت حقه. قال له وهذا بيتهم. هذا بيت والله يستحق الترميم يا أبو إبراهيم. والله تجار. وأظنه بدأ بالترميم فوق. أظنه بدأ بالترميم. وحنا نتجول في مصوع القديمة انتابنا شعور غريب، شعور عن أهمية هذا المكان وأنه كان عامر فيما مضى من زمان، لكن اليوم شبه مهجور. وسبب عمرانه أهمية موقع مصوع الاستراتيجية والجغرافية، وليست الجغرافيا وحدها من يتحدث هنا، فللتاريخ كلمته. هناك الوقائع التاريخية والحكايات الشعبية، حكايات تروى عن تلك السفينة اللي وصلت لميناء مصوع قبل 14 قرن حاملة على متنها مجموعة غيروا تاريخ المكان. جولة في مصوع القديمة، مدينة مهجورة لكن واضح أنه كان لها تاريخ عريق. هذه البناية يسمونها من الإيجيبشن سنتري، يعني العهد المصري. شوفوا هذا الطراز المصري، لأنه كانت تابعة السواحل إلى مصر فترة من الزمن. واللي أمامها الطراز العثماني، جلست هذه الأراضي حوالي 300 عام تتبع للعثمانيين. طبعا هذا الحجر المنقبي، هذا الحجر
يعني سمة مباني السواحل. إذا رحت لجازان، رحت إلى فرسان، رحت إلى جدة القديمة، تجد المباني من هذا الحجر لأنه متوفر في البحر. طبعا هذه المدينة في القرن السابع عشر، القرن التاسع عشر جاها حريق، فيوم جاء الاستعمار الإيطالي حاولوا يحافظون على هذه على هذه المباني، فحطوا عليها طبقة من الإسمنت. طبعا المصوع كانت ميناء عريق فترة من الزمن، ولكن سبحان الله هذه الأيام دول مثل ما قال أبو البقاء الرندي. الأيام دول، شوفوا بعض البيوت القديمة فيها ناس. سألت أنا قلت ليش المدينة مهجورة؟ قالوا قديمة ومع الأمطار بعضها تهدم، فخافوا الناس فهجروها. ليذكر البلدة القديمة في ينبع اللي هي المنطقة التاريخية في ينبع، يجد تقارب وشبه كبير بينها وبين المصوع والمباني في مصوع. وأصلا المناطق الساحلية دي كانت كلها برضو في فترة من الزمن، الفترة اللي عثمانية، كانت تعتبر كلها حجازية، فكانوا أهالي الحجاز يتنقلون على عبر المواني لكسلة ومصوع، وهالكسلة ومصوع يتنقلون يصلون إلى جدة وميناء ينبع والقنفذة. هذول الشباب باقين من فترة المقاومة وقضوا على آخر إيطالي، وسمعوا أنه فيه يعني هجمة إيطالية جديدة، فجالسين من القرن التاسع عشر ينتظرونهم. ننتظر، نبغى بيبسي. هذه تسمى جبنة، طبعا مشهورة جدا في أثيوبيا، في أريتريا، في السودان، كلهم يشربوا القهوة هذه، قهوة الجبن. تبي تصفي القهوة؟ تحمسها قدامك. أنت بتحمس قدامك الحين. والله المحماسة. إيه. القهوة هذه أبو فهد الأصل عندهم إنه يخلونها سودة. هذا الكرسي وهذه الجلسة مشهورة جدا ترى في هذه المناطق، طقوس القهوة، طقوسها كذا حلو، يحطون المحماس يحمسونها لك قدامك، ثم هذه يخلونها تبرد. احنا عندنا ترى المبرد، احنا يبردون فيه، نعم. لكن هنا ما عندهم، اتوقع يخلونها يبردون شوي، يجيبون النجر بس وندقه ونسوي القهوة. وكل شيء في هالصندوق، هالصندوق طبعا. هذا يسمونه الرشايدة مهراس، لكن عندهم في التقرينيا ايش يسمونه؟ مقدوبون. تدري ايش تقول هي؟ مقدبون، يعني ما دق البن. والله ترجع للاصل، دق العربي. يلا بتدق البن الحين. يلا خلينا نشوف دق البن. هاي دقتهم، دقتنا احنا هذا. بعدين يسوي كذا يطنه بالنجر. صحيح. زنجبيل. مع الزنجبيل. حطت عليها موية بعد ما حطت القهوة. عندهم الكنكة يصبون فيها القهوة ويردون القهوة عاد في الجبنة عشان يحركونها، حتى الليف جاهز يحطونه عشان الحثل حق القهوة ما ينزل. هذه ثالث مرة تقلب القهوة ويردونها بردات ويبدون يصبونها في الفناجين.
خليط من القهوة العربية والقهوة الأفريقية. شوف عبوا الفنجال، هذه طبعا عيب في سلومه أن تعبي الفنجال بهذه الطريقة، لكن سافر كي تعرف عادات الشعوب. طبعا هنا يشربونها مع السكر، يحطون معها سكر، حنا طلبناها من غير سكر. المحصلة النهائية لقهوة الجبنة. الناس هنا في إريتريا طيبون، مرحبون، مضيافون. الرجل رحب فينا ويسولف عنا ويقول إيش محتاجين. ما اسمك عمنا؟ عيسى صالح. عيسى صالح، ما شاء الله، من أين تعلمت العربية؟ 60% لغتنا المحلية هي تجري هي عرب. أها. نحو. مش عرب عرب مستعرب، عرب العربة. الله الله. 60% من لغة التجري هي أصلا عربية. مثل إيش كلمات؟ ماتنا لما يبقى طفل. إيه؟ بس من كل أبس، بس من كل قبس، يقول كده. بس من. بعدين لقيناها في المخطوب. آها، عيدة عيدة شيخ، بس من كل عدس. بس من كل أبس. أي عبس. بس من كل قبس. إيه. كده يقول ماتنا. إيه. وبعدين وجدتها في الكتب. أيضا إيش في كلمات عربية في لغة التجري؟ تجري. أمك، أبوك، أنفك، إيديك، رأسك. رأسك كثير كثير. بارك الله فيك يا شيخنا، تشرفت بك. الله يشرفك. آمين. نحن مشرفين بقدومكم. شكرا لك. زورونا إن شاء الله. شكرا لك. من بلدة طيبة. وهذا هو الشعب الإريتري. الله يسعدك. وفيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أثغى فألواننا أخوان في الله. صحيح. أحسنت. أحسنت يا شيخ. الناس يا حبوبي يعبدوا الله. هم أول من أسلم في المنطقة هذه. فلما انتقل الصحابة إلى هذه المنطقة رضوان الله عليهم وجو إلى النجاشي في ذاك الوقت، بس بدخولهم هذا بدأ ينتشر الإسلام على السواحل. وأول مسجد توقع في مصور، يقال طبعاً أول مكان صلي فيه جهراً هنا في مصور في إريتريا، بحكم أنه طبعاً ترى قبل فرض الإسلام، قبل فرض الصلاة. حلو. أنا صلّي صلاتين أعتقد على وقت الشروق وقت الغروب، لها طريقتها يعني ممكن تقرأ. البلد هذا فيه ثلاث لغات رسمية، اللغة اللي هي تعتبر لغة البلد، لغة أهل البلد طبعاً هي تجري وتجريني، واللغة العربية واللغة الإنجليزية. حلو. لجينا للتجري والتجريني، هذه اللغات أصلا مشتقة من لغة عربية قديمة اندثرت في الجزيرة العربية، لغة حمير. هذه اللغة قديما كانت في جنوب الجزيرة العربية ولا يوجد لها أصل الآن في جنوب الجزيرة، ما لها ترى، ما في باقي. طب حروفهم اللي يكتبون فيها الآن؟ هذه المسند، خط المسند. خط المسند، لكن فيه بعض التغيير مع الزمن يعني تغير، لكنها مشتقة من خط المسند. إذن نقدر نقول رحلة الحرف العربي من الجزيرة العربية إلى أفريقيا؟ نعم، انتقلت من الجنوب، جنوب الجزيرة العربية إلى السواحل هنا. أيه. كانوا يسمونها بلاد الطراز الإسلامي القديم. حلو. وانتقل العرب إلى هنا ونقل اللغة. ترى يوم يجون هنا العرب الموجودين في الجنوب جاءوا معهم حضارة. وش الحضارة؟ اللغة. هنا ما كانوا يكتبون ولا يعرفون. أنت كون أنك أنت تكتب وتكتب تقرأ وتكتب، أنت هنا تملك حضارة عظيمة. أضف إلى ذلك طريقتهم بالزراعة، بناء السدود، يعني كانت حضارة جدا قوية. فبعد كذا اشتقت من لغة حمير هذه اللغة التجري والتجريني. الله. ما تدري أنت الحين لغة التجري والتجريني لو تركز كان تعرف بعض كلماتهم منها عربية. تدري أنه 70% منها كلمات عربية، لكن بتكلمهم بسرعة ما تفهم لأن أصلها عربي. أصلها عربي. أصلها. أيضا يا أبو إبراهيم أنا قريت إنه الحجاز، مفهوم الحجاز زمان كان يضم معهم صواع ويضم المدن اللي على الساحل، فكانوا أول في فترة من الفترات إذا أطلقوا إقليم الحجاز يشمل ما كان على الضفة اليمنى للبحر الأحمر والضفة اليسرى. شوفون كانت رايحة جاية، معروف إنها كانت ممالك هذه، مع العلم إنه أغلب اللي موجود القبائل كانوا اصلا من حمير، من اهل جنوب الجزيره العربيه، فكان هذا يسمونه ايش؟ اسمره، مدينه بارده ولتسميتها قصه. يقال ان هذه المنطقه كان فيها اربع قرى، اربع قرى بسيطه جدا عشش، وكان بينهم خلافات ومشاكل الله بها عليم. فكان في محاولات للصلح، في اربع نساء تطوعن من كل قريه انهم يجتمعون يحاولون يصلحون بين هذه القرى. في يوم من الايام
بعد أحد الاجتماعات أثمر هذا الاجتماع، فقالوا أثمرت بلهجتهم وش تصير؟ أثمرت. أثمرت فسميت أثمرة إلى يومنا هذا. في هذاك الوقت كانت العاصمة مصوع، ومصوع حارة جدا، فلما قدم الإيطاليين ودخلوا العاصمة مصوع وجدوها حارة، فكانوا يبحثون عن منطقة تعتبر مناسبة لأجواءهم، فوجدوا هذه الهضبة المرتفعة وهذه المدينة اللي سميت بأسمرة، فقرروا إنشاء العاصمة من جديد. الاستعمار الإيطالي سبب قدومه إلى أريتريا. أريتريا موقعها مميز وعلاقتها أزلية مع الجزيرة العربية، ولكن البحر الأحمر قبل شق قناة السويس كان يعتبر بحر مهجور تجاريا، حتى تم شق قناة السويس فأصبح أهم قناة مائية تجارية في العالم. فاللي يسيطر على أريتريا يسيطر على المفتاح للبحر الأحمر، مضيق باب المندب. فجاء الاستعمار الإيطالي لأسباب استراتيجية. بقي الاستعمار الإيطالي حوالي 50 عام في أريتريا، وبعد الحرب العالمية الثانية انهزمت إيطاليا دول المحور، إيطاليا واليابان وألمانيا، فخرجت من أريتريا، ولكن بقيت العاصمة أسمرة كما هي، كما تركها الطليان. لكن الإريتريين حافظوا عليها وعلى نظافتها. فحقيقة أنت تمشي في الماضي في هذه المدينة الجميلة. وجولة مسائية في العاصمة الإريترية أسمرة. أسمرة جوها جميل طوال العام لأنها مرتفعة في عالي الجبال، والملاحظ فيها نظافة الشوارع والأزقة، رغم أنه المباني قديمة لكن ما زال محافظين عليها وعلى صيانتها. والمدينة حركة، يعني الشارع ذا شارع الحرية يسمونه أظن كمشتاتو أو شيء زي كذا، عليه المطاعم والمقاهي، تلقى الشعب الإريتري ما شاء الله نشيط، حتى في الليل موجودين في المقاهي. لك أن تتخيل أهالي هذه المدينة الأفريقية قبل 83 عام، إذا حبوا يتغدوا أو يتعشوا يتغدون في مطاعم 5 نجوم مثل هذا المطعم. أيضا يقضون أوقات فراغهم يتفرجون على الأفلام في ذاك الزمان في واحدة من دور السينما الموجودة في العاصمة أسمرة، في كذا دار وأشهرها سينما روما. هذه المدينة قبل 83 عام كانت أهم مدينة في أفريقيا، وكانت من أطول مدن العالم. أجمل ما في هذه البلد الناس، الناس هنا فيهم طيبة عجيبة، يرحبون بالغريب، ناس طيب. وهذا واحد من المطاعم في أسمرة، مطعم كبابو. مطعم مرتب. Traditional starter. Okay, this pepper or this garlic, onion, chili. Let's mix it. This bread. You want? يجيبوا لك الخبز ويجيبوا لك خليط من السلطات المحلية، بعضها حار وبعضها بالبصل. تبدأ فيه. هذا الطبق الرئيسي عندهم في أريتريا يسمونه الزقني. يجيك الفطير كذا على كامل الصحن. هو عبارة عن مرق ولحم. يجي زقني أبيض. وزقني أحمر، الزقني الأحمر هو اللي فيه البربري هذه اللي هي الفلفل، أما الزقني الأبيض لا يكون بارد. في هالمكان الفنان في أسمرة، على فكرة أسمرة يسمونها روما الصغرى. وصل طبق التبسي برضو من الأطباق التقليدية عندهم، برضو يحطونه على خبز الإنجيرة، يوزعونه يمين ويسار. هذا أخذناه أبيض بارد ما فيه الفلفل. أنا
وفي مصوع أخذنا هذا الفندق الجميل الأنتيكا، فندق يسمونه دهلك. على فكرة هذا الزي بس اختلاف لون الشماغ، ولا هو زي أريتري؟ الشباب شوفوا لابسين نفس لبس أبو مالك بس الشماغ مختلف. فهذا الفندق على البحر وأنتيكا كذا، طبعا هنا يعتبر الأفضل في مصوع. شوفوا مفاتيح الغرف، شوفوا هنا الآلة الكاتبة، وهذه الآلة الكاتبة عشان إذا أنت نزلت هنا يرفعون تليكس إنك أنت وصلت. هم ثلاثة ونصف. ليش؟ مولدافيا الآن لنا تقريبا 10 ساعات كذا بدون انترنت بدون شيء. ايش شلون تجربتك؟ عاد اعطيك العلم الصحيح. طبعا انا ما سالت ابو مالك، ابو مالك يمكن تعود بدون نت، لكن انت سوشيال ميديا فاكيد النت. انا في مرحله اعاده اكتشاف نفسي واكتشافكم، لدرجه تفكر اجيبهم فهد لأريتريا عشان اسوي تكتشف، عشان نرجع نكتشف بعض من جديد فعلا. يا اخي اسمع الناس يضحكوا ويهرجوا مع بعض ومنصتين لبعض ومركزين يا رجل، حتى الاتصال مو اي واحد معه جوال، تخيلوا يعطونا جوال. شريحه طبعا لازم يكون معك اقامه هنا. طيب اسالك سؤال، في طبعا الانترنت نعمه الحمد لله نعمه، ولكن احيانا تفكر لما تركها برضو نعمه، مثل الحين انت فكرت بجوانب ايجابيه كثير، فمجرد ما اترك الانترنت قد تختلف حتى التربيه، الابناء التركيز التشتت. ابو ابراهيم فرط الحركة تشتت الانتباه أمراض الآن فتكت بالأطفال وأهلهم ما يدرون بسبب الهواتف. بسبب الهواتف الولد يجي فاشل دراسيا والأم لهم يستغربون، الولد مو بيده، الولد عنده تشتت انتباه شديد. والسبب الأجهزة، روح السوق روح المول روح المطعم تلقى الأب والأم جالسين مع بعض عشان ما يمكن ولا يسوون يعطون الجهاز، وهذا والله أكبر مصيبة. أنا أقول لك بجيب عيالي وربيهم هنا بعد. والله تحمست بوالي.